يا مرحبا بضيوفنا واللي حضر. تم التسجيل والمكساج ترحيبة ترفي على كل الحضور. يمنع استخدامها يا مرحبا وداد للزفات والشيرات والقصائد وسحب الموسيقى. هذه النسخة للاستماع فقط، يمنع استخدامها. وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-4802. يا مرحبا بضيوفنا واللي حضر، ترحيب ترتفي على كل الحضور. يا مرحبا وداد هم للوطن، وداد ما خطى الكرم فوق السطور. يا مرحبا فهل حيل واهل الحضر، احضرهم زاد السعادة والسرور. احضرهم زاد السعادة والسرور. ويا مرحبا باللي تعدى ما تذر، واللي منعه الظرف نقول معذور. في حفل رجل الجامع وظفر، في حلة ابراهيم بطل الخبر. رجل سعال طيب من سن الصغر، حتى نقشت به على صم الصغر. حتى نقشت به على صم الصغر. عون الفقير اللي شكا صروفه، لا حد تهدي ياه والمكتب عسور. يوم اعتزاله ثم لهلك الصدر، قال استرح واشوف تيسير الامور. الكرم والطيب ذبح الجزور، سيد بالمعروف دواس الخطر. سيد بالمعروف دواس الخطر. عبد العزيز اليوم في ليلة عمر، كل وقف بطيب وانواع الفصول. ما بين عم وخال واقف كالصدر، حر تسلل من سلالة الصدور. اما نهال سعيد في العرس يفتخر، ويقول انا في لامت دايم فخور. يقول انا في لامت دايم فخور. صار اهل فنجان يا حي الذكر، حواشة اللطيف ما فيهم قصور. عبد الله الجزوم في راسه صدر، يطلع على العنوان وابو مذيع عشوان في نغم الشعر. وكانهم يا ضيوف في وسط الصدور، وكانهم يا ضيوف في وسط الصدور. اختامها يا ضيوفنا واللي حضر، عبد العزيز اليوم ادعوا يا حضور. عسى السعادة في حياته تستمر، يحميه الرب من صواديف وعذور. يا مرحبا بضيوفنا واللي حضر، ترحيب تنتفي على كل الحضور. يا مرحبا يا مرحبا فهل حيل واهل الحضر، احضرهم زاد السعادة والسرور. احضرهم زاد السعادة والسرور. يا مرحبا باللي تعنى وما تذر، واللي منعه الظرف نقول معذور. في حفل رجل جامع طيب وظفر، في حلة ابراهيم بطل الخبر. رجل سعادة طيب من سن الصغر، حتى نقش طيبه على صم الصغر. حتى نقش على صم الصخور. عون الفقير اللي شكا ضم وفقر، لحد تهدياه والوقت معسور. يوم اعتزاله ثم لهلك الصدر، قال استرح واشرب تيسير الامور. الكرم والطيب ذبح الجزور، سيد بالمعروف دواس الخطر. سيد بالمعروف دواس الخطر. عبد العزيز اليوم في ليلة عمر، كل وقف بطيب وانواع البخور. ما بين عم واقف كالصقر، حر تسلل من سلالة الصدور. أما نهال سعيد فيهم يفتخر، ويقول أنا في لامتي دايم فخور. يقول أنا في لامتي دايم فخور. خوار أهل فنجان يا حي الذكر، حواشة اللطيف ما فيهم قصور. عبد الله الزجوم في راسه سطر، يطلع على العنوان وابو مذيع عشوان في نغم الشعر. وكانهم يا ضيوف في وسط الصدور، وكانهم يا ضيوف في وسط الصدور. اختامها يا ضيوفنا واللي حضر، عبد العزيز اليوم ادعوا يا حضور. عسى السعادة في حياته تستمر، يحميه الرب من صواديف وعذور. اختامها يا ضيوفنا التواصل على جوال 05-333-4802 أو من خارج المملكة 00-966-5333-4802.